التدخل اللي كتشوفوا هي التدخل ديال الشاحنات على مستوى الممر تحت الارضيه، ومن خلاله كيتم تنقيه ديال البالوعات والقنوات ديال صرف الامطار الشتويه. دونك هذه العمليه كتكون بتنسيق مع السلطات المحليه، كتشمل كاع الممرات تحت الارضيه اللي كتواجد على مستوى الدار البيضاء. وهذه العمليه هذه كدار نهار لحد الصباح باش نتفاداو الازعاج، وكذلك كما كتعرفوا بان على مستوى الدار البيضاء كتكون لا سيركولاسيون وكيكون لومبوتياج. دونك داكشي علاش كنديروا هذه الاوبيراسيون هذه نهار الاحد. اضافه لهذا التدخلات هذو اللي كنقوموا بهم على مستوى الممرات تحت الارضيه، دونك كنقوموا على مستوى الدار البيضاء والمحمديه الشركات اللي كتقوم بتنقيه البالوعات وقنوات الصرف الصحي، اضافه الى التدخل على مستوى لي ستاسيون دو بومباج ولي باسان دوغاج.